ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتكلم على أمر مهم وهو في عملية صب النقاط. بالتالي حدثت الكارثة في سنة 2018 وأن طالب شعبة علوم تجريبية تحصل على معدل 13.45، بالإضافة أيضا وأنه تفاجأ في نقطته في العلوم الطبيعية حيث تحصل على نصف نقطة، قد وضع له نصف نقطة، وهذا راجع إلى عملية صب النقاط. حدث خطأ في صب النقاط لأنه هذا الطالب راه طالب مجتهد، تحصل في العلوم الفيزيائية على 18.5، في الرياضية 17.5، في اللغة العربية 15. بالتالي خافوا ربي اللي راكم تديروا في النقاط، لأنه هذا راه حق مكفول لكل طالب ولا يجب المساس له. قبل ما تحط النقطة فيريفي 20 مرة 30 مرة قبل ما تحط النقطة تاع التلميذ، لأنه راهي أمانة ويجب أن تؤدوا هذه الأمانة. مستحيل أنه يدي نصف نقطة. أنا والله تفاجأت، ما دام تقول للطالب هو أنه ممنوع عليك الطعن، شكون اللي راح يجيب حق هذا التلميذ؟ فبالتالي السنة إن شاء الله ما نلقاوش هذه الأخطاء بإذن الله، وبالتوفيق للطلبة الأعزاء.